مثلث برمودا أو مثلث الشيطان بين التقارير الأسطورية والعلمية، هل من قوى خارقة وراء حوادث برمودا أم فقط عشقنا لمثل هذه القصص جعلنا نغض الطرف عن التفسيرات العلمية؟ ارتبط اسم مثلث برمودا أو مثلث الشيطان بالكثير من الروايات حول اختفاء عدد كبير من السفن والطائرات في هذه المنطقة، والتي تغطي حوالي 500,000 ميل مربع غرب المحيط الأطلسي. ويشتمل مثلث برمودا على كل من جزر برمودا البريطانية وجزر الباهاما وجزء من فلوريدا. أما الأمر الأكثر غرابة بالنسبة لمثلث برمودا هو السبب الغامض والمثير وراء اختفاء عدد من السفن والطائرات، فهناك من ربطها بقوى روحية خارقة وأخرى غير طبيعية، وهناك من يرجع السبب لكائنات فضائية. أما التفسير الأقرب إلى الصواب فهو بعض الفرضيات العلمية على غرار الظروف البيئية والمناخية في منطقة برمودا، إضافة إلى التيارات السريعة والعنيفة وأسباب أخرى. فرضيات الاختفاء في مثلث برمودا: الضباب الإلكتروني. تحدث السحب الإلكترونية نتيجة الرياح الشمسية المحملة بالجسيمات المشحونة، وبعد اصطدام هذه الأخيرة بالغلاف الجوي للأرض تولد عواصف جيومغناطيسية، لتقوم بعد ذلك هذه الشحنة القوية بكهرباء الغلاف الأدنى من الأرض، مكونة بذلك ضبابا إلكترونيا. ويؤدي هذا الضباب الإلكتروني إلى تعطيل كل أجهزة الطائرة وفشل الملاحة وتوقف دوران البوصلة، لتقطع جميع اتصالاتها وتواصلها، مما يتسبب باختفاء الطائرة. تدفق غاز الميثان. تقول نظرية غاز الميثان أن حدوث زلزال أو انفجار قوي تحت الماء في هذه المنطقة يحرر غاز الميثان بكثافة من مادة هيدرات الميثان الموجود تحت قعر البحر، وبعد أن تصعد فقاعات غاز الميثان تقلل من كثافة الماء، الأمر الذي يدفع بالسفن إلى الغرق في هذه المناطق القليلة الكثافة. التيارات البحرية القوية. تعرف منطقة برمودا تيارات بحرية مميتة، هي أيضا قد تكون سببا في سحب السفن إلى أعماق المحيط المرعبة، إضافة إلى المياه الاستوائية الدافئة والتي تمر بسرعة عبر منطقة برمودا، مكونة ما يعرف بتيار الخليج العنيف، وهو ما قد يتسبب بعد غرق قارب ما في سحبه بعيدا وبقوة نحو جهة ميامي أو جهة كوبا. الأعاصير القوية والكثيرة في برمودا. يقول كريس لانتسي عالم الأرصاد الجوية: تولد الأعاصير في منطقة برمودا أمواجا ترتفع من 20 إلى 40 قدما، والتي قد تتسبب في غرق السفن وتشتت حطامها بسرعة كبيرة. ويضيف كريس لانتسي أن عدد العواصف التي اجتاحت منطقة برمودا خلال 150 عاما كانت كثيرة وبغزارة، واعتبرها المنطقة الأولى في العالم من ناحية العواصف الاستوائية والأعاصير. الأمواج الخبيثة. بحسب عالم المحيطات هانس جرابر، فإن الموجة الخبيثة قد تحدث من لا شيء، أي أنها غير متوقعة ومجهولة السبب، وهي قد ترتفع لحوالي 10 أو 15 قدما، وهي كفيلة بإغراق أكبر السفن وإتلافها. وفي العام 2017 توصل العالم الأسترالي كارك روزلينسكي إلى نتائج مختلفة، فبحسب صحيفة الاندبندنت، فإن كارل أرجع سبب اختفاء السفن والطائرات إلى الأخطاء البشرية في القيادة وبسبب المناخ المتوسط في المنطقة، كما أن كارل أكد على أن ارتفاع عدد الحوادث في تلك المنطقة يرجع إلى العدد الكبير من السفن والطائرات التي تمر منها، وأضاف أن معدل الطائرات والسفن المختفية في برمودا لا يختلف كثيرا عن مناطق أخرى. إذن هل هوسنا وعشقنا لهذا اللغز جعلنا نتخلى عن كل تفاسير العلمية والسعي وراء قصص وروايات أقرب إلى الخيال والأسطورة؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا، ولا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركتنا أفكارك في قسم التعليقات، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك.